Hello guys, welcome back to my channel. اليوم راح نشتغل سوا، نغير اشياء سوا بالبيت. يعني انا قلت لكم اكو كوما اشياء اريد اغيرها بالبيت، فانتوا راح تشوفون. علي راح يساعدني اليوم، خلي اشوف لكم شنو راح نسوي. تشوفون اكو بس خشبايات اثنين بالسقف لونهم دارك جراي، مسوين بس اثنين حتى نشوف اذا عجبنا لو لا. هسه لازم نسوي الحائط كامله، نريد كليته نسويه تو ماتش، لانه جربناهم على هذول الاثنين بصراحه كلش حابين اللوك، فنريد نخلصه. فاليوم راح تكونون ويانا تشوفون البروسيس اللي هسه راح نسويه، راح نغير كل هاي، فراح اشوف لكم البيفور اند ذا افتر. سو هذا البيفور بيسكلي تشوفون كليته لون واحد. It's hard. علي دا يحط التيب، خلي اني احط التيب، اي صور احسن. طبعا سلامات سلامات. Are you talking to me? Oh, what's up? سلامات. انا عندي حساسية اليوم. عندك حساسية اليوم؟ ادخل جوا. I think it's gonna look so good. خالد يا تطلع يا تدخل. يلا عيني ابو حساسيه، جيب لنا مي، جيب لنا مي، جيب لنا مي. اعذرونا من هذا الشيء، حيروح بس هسه شويه موجود. طبعا احنا بنحط التيب الازرق حتى من نستخدم البينت ما يتخربط السقف، فنريد نحدد حتى يكون البينتينج بروسيس اسرع واسهل ومور اكيوريت. لا لا شنو اللي راح يكون هو؟ I'm just having fun. مهندسة ثريا. only if you know. هسه نسوي جنب الاخ. قدام ما تسوي هيك؟ ها؟ من داخل. وين؟ ها هذا؟ لا اي اي. طب صب اظافيري تشلع ويا اول هاي جاهزة. يلا. سهل ومو سهل؟ بصراحة مو كلش سهل، بس يعني ياخذ وقت. اي بس الواحد يعني يقدر يسوي بروحه. اي اي طبعا. يحتاج لها دقة. جايز السالفة أطول مما متوقعين. حركة خطيرة. Guys, راح يصير بروفيشنال اني من هنا لحد ما اخلص. بروفيشنال. ان شاء الله ان شاء الله. opening a business? I don't want to open a business. انا اسوي هذا الشيء بس ببيتي. Yeah, but if you got a house, don't call it. She ain't gonna help you. It's not too hot. Not too cold. Hey. 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 I don't think it's gonna rain anytime soon. Do not. Hey. Hey. I'm professional. I'm professional. I am professional. I just don't get scared from heights. Yeah, he's scared of heights. But you probably never fall. I did fall a lot. You haven't done anything, you're gonna know.
بالعكس وقاعد كومن شو صغيرة تذكر حتى من الدرج واقع. Really? Yes. أنا كومن وقاعد من أنا كنت صغيرة. علي؟ نعم. لا خلص الأزرق شلون؟ عندنا كومن. صدر؟ Yes. عندنا بعد اثنين من هذا. بعد من أصلاً مستعملات. تعال اشوف لكم شنو سويت. طيارة بالسماء. خصوصي. يا؟ شلون هالشوكولات علي؟ خوش شوكولات؟ خوش طيبة. بالعافية. نحن عندنا خالد قاعد يلعب تليفونه. تشيلين. Okay. I'm going to have a look at the show as well. هيطلع كل شيء طبعاً. كل شيء هيطلع. واضح هي اللي شو اللي بيروح. شو بروفيشنال ما شاء الله يا الله يا هاي الدراسة ايش تسوي صراحة يس هاي الدراسة هذا حليم being handy is good تعرفين شو المفروض ما ان نلون هذا الصبغ اللي سويناه الابيض هذا ايه نسويه بهذا اللون غير yes. اللي راح نسويه هو نفسه كله yeah. عادي okay. نمشي عليه انت اوكي نايس نايس جود جوب جايز ما تخيلون اني ايش قد احب اسوي هيك اشياء هي صعبه مو سهله ما اقدر اقول لكم اوه فشي كلش سهل صعب ياخذ كوما وقت بس الفاينل ريزلت من تكونون مخلصين شيء بايديكم وبتعبكم فشي كلش حلو وهذا البيت احس كوما اشياء احنا دريدا نغيرها كوما اشياء بدنا نسوي لها ابديت اكو عالم انه تشتري بيت جديد وخلص هم يقعدون بيه ما يجددون بيه اي شيء احنا هذا البيت اخذناه حتى احنا نلعب بيه بس مو كل البيت مثل ما احنا نريد ومستحيل راح تلقون بيت من اكزاكت مثل ما انتم تريدون الا اذا تصممون بيت او بده يكون بناء كلش جديد احنا لا اخذناه وعرفنا اكزاكتلي انه شنو راح نسوي بالمستقبل ويا هاي البيت فهذا اللي دا يصير حاليا اللي خاف من العلو هاي مو لكم انا عادي ما عندي مانع ويا الدرج بصراحه من كل شوية اخاف يا من كنت صغيره كوما كنت العب بهيك اشياء بدي احاول انه احركه بس مرتين يعني هنا وهنا هنا وهنا حتى نخلص شويه اسرع تعرفون إذا وقعت وصار لي شيء شي يصير عندي رعب بعد ها هي خلاص يصير عندي رعب بعد كل هالأشياء ما تصير يس هاي تعال اشتغل
خلصت من كل البلو تيب ده تشوفون كليته محطوط. طبعا البروسيس مال البلو تيب اخذ مني تقريبا ساعتين حتى كله احطه هنا. هسه ابلش بالصبغ حتى كليتهم ينصبغون بهذا اللون. هنا اقدر احط الصبغ واشيله وياي. هنا أنا صار عندي الصبغ وراح نبلش صبغ. ما ادري اذا صار صبغ على وجهي بس دا احس انه اكو لا 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 صبغ حسيت بي شو سوي بالبابي خلاص for real why are you like that you don't understand physics or what الباب اي لون راح نسويه؟ بعد ما نقررين؟ الباب؟ اي حيكون اسود. نسويها اسود يعني؟ يا باذن الله تعالى يعني بنجيب ان شاء الله الباب جديده. اوكي. يكون اسود كله. تريد تصبغ الحائط الغلطات؟ لا. يا حبيبي انت اليوم متفرج؟ يا حائط. هذا البيج. لا بدينا. خلصت كل شيء بقى اريد اسوي صبغ مره ثانيه و everything will be done. تارا ابلش اسوي الطبقه الثانيه قبل ما تصير الدنيا كلش ظلمه. متت من التعب. خلصت بس جسمي كليته بينت. باع هنا صبغ هنا صبغ هنا عندي صبغ. غسلت ايدي بس بعد اكو وايا صبغ لازم هسه افوت اسبح حتى كليته يروح. I can't wait انه اشيل البلو تيب. It's gonna be so satisfying. خلصت كل الحائط فأخذ من عندي تقريبا يومين مثل ما شفتوا بس خلصت كليته. طلع كلش حلو. أول مرة بحياتي أسوي هيك شيء وبصراحة it's so good and I'm so proud about it. هسه أشوف لكم before and after. إذا حبيتوا هذا الفيديو وتونستوا وياي وقضيتوا وياي وقت لا تنسون تسوون thumbs up وignore how I look لأن هنا تقريبا أكو سوت. ما أدري إذا مبين بالكاميرا ولا لا بس هاي المنطقة كليتها سوت لأن كنت أشيل البلو تيب. باعوش قد استخدمت بلو تيب. هذا كليته استخدمته صدق يساعد لان طلع بيرفكت يعني صدق الخطوط بيرفكت. هذا البيفور بيسكلي تشوفون كليته لون واحد.
And this is the after. And yes, طبعا ده تشوفون هنا أنا هاي الطوقع حالي ان صبغ جديد لازم ينشف يلا يصير بلندد. كتبوا لي شنو رأيكم. I love it. أحس إنه صدق السقف صار بهواية أحلى عن قبل. الباب لازم تصير سودة بعدنا ما مخلصيهم. ده تشوفون هاي لون هاي بعدها ما خلصانة. فأول شيء بلشنا به هو هذا الحائط. That's it guys. أتمنى تونسوا وياي بهذا الفيديو وحبيتوه وقضيتوا وياي وقت. إذا حبيتوه تونسوا وياي لا تنسون تسوون thumbs up وسبسكرايب للي بعده مسوي سبسكرايب. واني أحبكم كلش هواية وأشوفكم على المرة الجاية.